هاد الماسك او الخلطه ديال زيت العود مع الفلفله الخضراء، هذه ماسك ضد تساقط الشعر واللي كيغذي ايضا الشعر من الفروه ديالو. انا مجرباه وجربوه الكثير من السيدات واللي كيعطي نتيجه رائعه، لانه من الاستعمال الاول كيبان لك على انه شعرك كيتغذى بالعمق ديالو، ومن بعد كيساعد ايضا على انه تساقط الشعر كيبقى ينقص تقريبا حتى كيوقف، وكذلك كتشوفي على انه الشعر ديالك كيولي رطب كيولي قوي، يعني كتولي فيه اللمعان. فهاد الوصفه هذه نعاودو نذكروا بها دكتور عماد، السيده غادي تحتاج الكاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون او زيت العود غير المملحه، فاذا لقيتيها بيو من الاحسن. راه كاين قريعات اليوم كيتباعوا في المحلات التجاريه الكبرى ديال زيت الزيتون، واخا تكون شويه الثمن ديالها باهظ، يعني ديك 45 درهم ولا، خديها راه كيكون فيها غير 4 يترو، هذه راه ممكن تخرجي بها حتى لثلاثه د المرات هذا الماسك. اذا غادي تعبري كاس ديال العنبه، ثم كتحكي جوج ديال الفلفلات خضر كيتتغسلوا كيتمسحوا، كتحكيهم في ديك الزيت وكديريها في حمام مريم، وكتخليها فوق العافيه ما بين 20 الى 30 دقيقه. كتضفي النار، كتاخذي داك الخليط كتخليه يبات، كتغطيه تحطيه في شي بلاصه، غطيه وخليه هكاك يعني ينقع او يبقى مرقد ليله كامله. لا غد ليه غتاخذوا زيف حياتي وغادي تدوزوا فيه داك الزيت حتى كتقطروا مزيان، داك الفلفله كتبقى هكذاك لان هي كتكون تقريبا دابت، كتخرجوا غير ديك الزيت. من الاحسن على لا ديريها مثلا في قرعه ديال السيرو، كنعرفوا القرعه ديال السيرو كيكون اللون ديالهم بني غامق باش ما كدوش اشعه الضوء، تكون ديك القرعه معقمه وكتخوي فيها الخليط ديالك ديال الزيت، وكتبداي تستعمليها مره في الاسبوع، كتشقي بها الشعر من الجدر من الفروه ديال الراس وكتهبطي حتى الاطراف حتى لي بوينت، وانت طبعا كديري ان بوتي ماساج. من بعد على حسب بغيتي ديري مثلا شي دريره ولا باش تكملي ربما الاعمال ديالك، وكتخليها ساعه ساعه لا اكثر. علاش ماشي اكثر؟ انا غنرجع للدكتور عماد هو غيقول لكم علاش ما تخليوش اكثر اكثر من ساعه، ومن بعد ان شاء الله غادي تبداي ديريها لا مره في الاسبوع، وكتبدا تعطيك نتيجه رائعه جدا للشعر ديالك. دكتور عماد، علاش هاد الوصفه وهاد الماسك ما خصش تخليه السيده اكثر من ساعه؟ اكيد في اي ماسك اللي كنعطيوه لفروه الراس ما نفوتوش الساعه، لان الساعه هو اقصى مده يمكن اللي يكون داك الاشباع ديال داك المسام، ديال المسام اقصى مده اللي يمكن ياخذوا فيها الزيت او المواد المغذيه هو ساعه، لان الا فتنا ساعه المسام كيتخنقوا. اشنو كيولي عندنا؟ كيولي واحد الافراز مفرط ديال الدهون ديال فروه الراس، خاصه ان الدهون كيتفرزوا ما بين الساعه والساعه، اذا حنا كنحاولوا نعطيو الدهون في ديك الفتره اللي ما كيتفرزوش فيها، داك لو سيبون ما كيتفرش، وهكا كيمكن نحافظوا على فروه الراس، لان الا كثرنا او بتنا بها كاين وصفات اللي لبتنا بهم كيولي الاكسده كما قلت كيتاكسدوا وكتولي ماده سامه، فانا خصنا نردوا البال لهاد الامور. اذا كنعاود ناكد، وهاد الوصفه راها ولا عندها صيت وتنشرات وتشهرات، راها وصفه اصليه ديال دكتور عماد.